السلام عليكم. كم مرة كنت قاعد في حالك ما بتعملش أي حاجة، ماشي في الشارع بقى، راكب عربيتك، واحد شتمك؟ ده الطبيعي. يعني أنا مثلا مرة كان ورايا عربية ميكروباص اللي هي شبه علبة الكبريت دي، والراجل بقى هات يا شتيمة بقى، شتيمة شتيمة، فأنا قمت موسى بقى أعديه، لقيته ركن عادي جدا، هو أصلا مش عايز يعدي، ده هو بيشتمني هواية. إحنا ليه بقينا كده؟ ليه بقينا بنتنرفز وبنشتم وبنزعل وبنغضب من أقل الأسباب؟ ليه بقينا مش طايقين نفسنا ولا طايقين بعض ولا طايقين اي حاجه؟ يعني يا ترى ده بسبب سوء الخلق؟ طب ما احنا نفس الناس اللي في رمضان بنحب بعض ونسلم على بعض ونبتسم في وش بعض وندي تمر وندعي، احنا نفس الناس اللي بنعرف نتكلم بادب ونقول حضرتك وسيادتك ويا فندم وتفضل. كان احد الصالحين بيقول: اذا غلب الهوى اظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق. يعني لما المعصية بتتنكن من القلب، القلب بيظلم والخلق بيضيق، فساعتها بيجي سوء الخلق. مشكلتنا إن إحنا بقينا بنهتم قوي باللي يمتع عيوننا ويمتع أسماعنا، تشوف اللي بتحبه وتسمع اللي بتحبه، لكن المظلوم في الموضوع ده كله إيه؟ قلبك. الله سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لقلبك، شفاء قلبك ومتعته في قرآن تسمعه في صلاة الفجر وانت واقف تصلي أو بتقوله في صلواتك، شفاء قلبك ومتعته في مصحفك وانت فاتحه بتقرأ وردك وانت رايح شغلك وانت راجع منه وانت رايح الجامعة رايح المدرسة وفي أي وقت، متعة قلبك في سجدة بين إيدين ربنا تحسها وتدعي من قلبك إنه يتوب عليك ويرزقك ويوفقك. عارفين لو عملنا كده ساعتها الجملة هتتغير تماما، هتبقى: إذا غلب الإيمان أنار القلب، وإذا أنار القلب انشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر حسن الخلق. يا رب، يا رب اشرح صدورنا وحسن أخلاقنا. السلام عليكم.